السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد ومود جديد من لعبة جي تي اي سان أندرياس. في هذا المود يا رفاق سوف نرى الفيروس الكورونا الجديد الذي ظهر حديثا في الصين، في دولة الصين، ظهر أيضا في لعبة جي تي اي سان أندرياس، وبالضبط في مدينة سان فييرو في حي الصيني، أي تشاينا تاون. فكما تعرفون يا رفاق، فإن الفيروس الذي ظهر حديثا في الصين يعني هو فيروس قاتل ومعدن أيضا، لكن أنا حولته، يعني أنا بالغت فيه في جي تي اي سان أندرياس، قمت بالمبالغة في هذا الفيروس، يعني أنا حولته إلى فيروس معدن وقاتل، إضافة إلى أنه عدواني ووحشي كذلك. يعني الشخص الذي يصاب بالفيروس فسوف يكون عدواني مع الأشخاص الآخرين، وسوف يصبح يعني مثل الزومبي أو مثل الوحوش وإلى غير ذلك. يعني إذا رأى شخصا ما سوف يحاول الهجوم عليه وقتله وإلى غير ذلك. فنحن ما سنفعله في هذه المهمة وهو القضاء على ذلك الفيروس عبر القضاء على الأشخاص الذين المصابين في بذلك الفيروس. أوكي، فبداية أتمنى أن تعجبكم هذه المهمة، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وأهم شيء تفعيل زر الجرس يا رفاق، لأنه ضروري كما تعلمون. فالعديد من الأصدقاء يشتركون في قناتي لكن لا تصلهم الإشعارات مني إشعارات عندما أقوم برفع الفيديو. فلا تنسى تفعيل زر الجرس، وهيا لننطلق. أوكي، بسم الله على بركة الله. ميشن، نذهب إلى لود ميشن فيروس كورونا. وبصراحة يا رفاق، فهذه المهمة فأنا من صنعتها، هذه أول مرة أقوم بصناعة مهمة في لعبة جي تي اي سان أندرياس، وأتمنى أن تنال على إعجابكم. طبعا هذه أول مرة أقوم بصناعتها، لا أعرف، جربته قبل، وكان يعني مود جيد جدا. فالصراحة أمضيت اليوم بطوله وأنا أقوم يعني بصناعة هذه المهمة. ودعونا لن أكثر عليكم في الكلام، فدعونا ننطلق لتنفيذ المهمة فيروس كورونا. هذه هي اسم المهمة. ماذا حصل؟ حدث خطأ. المفروض أن يكون هنا سي جي جالس الآن ويشاهد يعني نشرة الأخبار، وهنا الآن يقوم بالنهوض والذهاب إلى غرفة نومه، لأنه الصراحة خارج عن الموضوع. سي جي ليس له علاقة بالموضوع. البطل الذي سوف نلعب بهم وهم الشرطة كما ترون، يرتدون أقنعة يعني حتى لا يصابون بالعدوى. لكن الصراحة لا أعرف، قبل أن أطفئ يعني لعبة جي تي اي سان أندرياس كان المود شغال يعني جيد، لكن لا أعرف لماذا صار أصبح هكذا، والله لا أعرف. المهم لا يهم، تلك كانت يعني مقطع صغير فقط، حتى أن شاشة التلفاز لم تظهر، لقد صورت يعني في البداية شاشة التلفاز. أوكي، كل ما علينا الآن هو التوجه واتباع تشيك بوينت حتى نصل إلى المكان المطلوب الذي، لكن لحظة، هناك مشكل، سيكون هناك مشكل، عليكم أن تكتبوا كود يعني عدم وجود الشرطة حتى لا تلحق بكم الشرطة. لا أعرف الصراحة، كما قلت لكم هذه أول مرة أقوم بصناعة المود فلا أعرف كيف أقوم بإزالة الشرطة في المهمة، لكن أعدكم عندما يعني إذا أعجبتكم هذه المهمة فسأصنع يعني مود أكثر احترافية إن شاء الله. طيب، فدعونا الآن نقوم باتباع تشيك بوينت إلى المكان كما ترون معي، هذا هو تشيك بوينت. أوكي، لحظة، ثواني فقط وستظهر تشيك بوينت ثانية، لا أعرف لماذا لم تظهر. ها هي ظهرت، وانظروا معي إلى الكاتسين الآن، هذه هي الكاتسين. لماذا دخل الشرطي؟ لأنني المفروض أن يوجد هنا، انظروا كم من الأشخاص
يقومون ب يعني استولوا على هذا الحي الصيني، قاموا بالاستيلاء عليها. المفروض أن يظهر هنا السلاح وهنا يجب أن تظهر الهيلث، لكن لا أعرف لماذا لم تظهر. أوكي، المهمة وهي كالتالي: علينا القضاء على جميع الأشخاص المصابين بالفيروس، لأنهم الصراحة سوف إن لم تقضي عليهم فسوف يقضون علينا. يلا 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 يلا، سوف أقضي على هذا صاحب السيارة، هذا مزعج كثيرا، سأقضي عليه. هو يحاول العبور لكن لا يستطيع لأنني وضعت حاجز هنا. استطاع العبور، لم أكن أعلم بأن ذلك الحاجز يستطيعون تحطيمه. هذه أول مرة تحدث معي. يلا يلا يلا، هذا يريد أن يأتي إلينا. يلا سوف أقضي عليه، سوف أقضي الموجود في الأسفل. قضيت عليه، انتبهوا. لكن انتبهوا جيدا، هؤلاء الأشخاص الذي وضعتهم هنا إنهم أقوياء جدا، القضاء عليهم ليس أمرا صعبا. لكن هاي، أين الصندوق الذي وضعته هنا؟ سأقضي على صاحب السيارة هذا. يلا ابتعد، لا أعرف ماذا يفعلون هؤلاء هنا، لكن المفروض انتبهوا. يلا سأقضي على هذا. يلا لحظة، تعال. لن تقضي علي. هيا مت كذلك، مت. هؤلاء الأشخاص يحاولون النشر، لن أحرق عليكم القصة لكن يمكنكم أن تشاهدوها حتى النهاية وستعرفون لماذا أنا أقوم بالقضاء عليهم. ليس لأنهم فقط مصابين بالفيروس، لو كانوا مصابين بالفيروس فقط يعني سيكون عندهم حل وهو سوف نقوم بعلاجهم، لكن المشكل من يصاب بذلك الفيروس يصبح شخص وحشي يهاجم أي شخص، وهم الآن يقومون بحراسة يعني زعيمهم يعني الذي يعني الشخص الأول الذي أصيب بذلك الفيروس. يلا سأقضي على هذا، لأنه مختبئ هناك لا أستطيع رؤيته. يلا دعوني أتقدم للأمام قليلا. يلا ممتاز. أي هذا هو. اقضي عليه يا يوبي، اقضي عليه. يا الله ممتاز. في واحد هنا كنت أن أنساه. سأقضي على هؤلاء الواضحين أمامي. يلا ممتاز. تعال. سأقضي عليه، ممتاز. يلا موت أنت كذلك، موت. الصراحة والله تعبت في صناعة هذا المود يا رفاق، أخذ مني اليوم بطوله وأنا أقوم يعني بصناعة هؤلاء الأشخاص. كما ترون هنا العديد من الأشخاص وضعتهم هنا ووضعت لهم أسلحة وطاقة يعني وإلى غير ذلك. في واحد هنا، ممتاز. هذا الأخير. الآن دعونا نتقدم للأمام، ممتاز. يلا نقترب منهم قليلا. سأقضي على هذا وأقضي على هذا. يلا موت. يلا تبقي واحد. كما ترون، كما قلت لكم، هنا يوجد سلاح، هناك الدروع لكن لم تظهر في كاتسين، لا أعرف لماذا. هو خطأ مني طبعا، إنه خطأ مني لأنني أول مرة أقوم بصناعة المود. شوفوا الشاشة التي أخبرتكم عنها للتو ظهرت. هذا هو الشخص الأول، انظروا كما قلت لكم هو الآن يقوم بالتقطيع، يعني يقوم ب كما رأيتموه هو يقوم يعني بخلط، يقوم بسرقة البشر يعني كثيرا. أصحاب الشرطة يقوموا بسرقتهم عندما يهاجمهم، ثم يأخذهم إلى المنزل ويقطعهم إربا ويخلط لحمهم مع لحوم البقر والخرفان، ثم يعطيه لأتباعه فيحملونه في هذه الشاحنات، ثم يأخذها إلى المحلات ويبيعونها لهم.
لأصحاب المحلات فيبيعونه، وبهذه الطريقة يقومون يعني بنشر هذا الفيروس. فنحن الآن سوف نقوم بالقضاء على زعيمهم حتى لا يموت، حتى لا ينتشر الفيروس أكثر وأكثر. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، حسنا سأقضي عليه، تبقى واحد. يا الله مت، أنا مت، سأقضي عليه. ممتاز، قضيت عليه. وماذا حصل؟ لا لا تقل لي أن اللعبة توقفت. آه أنا آسف جدا يا رفاق، توقفت اللعبة فجأة، لا أعرف لماذا. لم يحدث معي هذا في الأول في البداية، لكن عندما قمت بإغلاق لعبة جي تي إي سان أندرياس والحاسوب كذلك، أعتقد أن هذا هو السبب. لا أعرف يعني المود، يعني المهمة يعني لا أعرف ماذا حصل معها بالضبط. لكن عموما نحن لم نقم بإكمال المهمة 100%، فتبقى لنا يعني عندما قتلنا ذلك الشخص لم يتبقى الكثير، يعني كنا سوف نعود يعني إلى الشاحنة فقط، سوف نعود إلى الشاحنة، بعد ذلك سوف نعود إلى المقر من حيث بدأنا، وهكذا نفوز في النهاية. يعني تقريبا اكتملت المهمة. وكنت أريد أن أريكم بعض الأشياء أيضا وهي موجودة هناك. لحظة سوف أذهب وأريها لكم كيف يقومون، يعني الأشياء التي وضعتها في المنزل، قمت بإضافة بعض الأشياء المنزل يعني كي يبدو ذلك حقيقي. انظر، هذه هي أكياس اللحم، فيها لحم البشر ولحم الحيوانات كما ترون معي. هذا هو لحم الحيوانات البقر، وهنا لحم البشر كما ترون. انظر إلى هذا الشرطي قام بتقطيع إربا، وهنا الشرطي يحاول تقطيعه حاليا، لكن عندما قضينا عليه استطعنا إنقاذه في آخر لحظة. لكن للأسف المهمة توقفت فجأة، حدث مشكل. فأتمنى أن تعذروني يا رفاق، أنا لازلت يعني مبتدئ في هذا، لازلت مبتدئ يعني في هذه المهمة. لكن إن شاء الله إذا أعجبكم هذا الفيديو وأردتم من وإذا تريدون يعني أن أقوم ب وإذا أردتم أن أقوم بصنع المزيد والمزيد من مهام جي تي إي سان أندرياس، فأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك وبالاشتراك في القناة، وأهم شيء تفعيل زر الجرس ونشر المقطع مع أصدقائكم. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم أيوب أو يوبي، إلى اللقاء.